اهلا بحضراتكم، اهلا بك يا زينه. اهلا بحضرتك، مبروك انضمامك للنادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك. شكرا. منوره القناه ومنوره الاستوديو. حضرتك شكرا. طب زينه، خليني اتكلم معاك. يعني هبتدي من الاخر بقى عشان الناس بتبقى متشوقه تعرف الدنيا مشت ازاي. أيوة. هي المفاوضات بدات ازاي والكلام معاكي بدا ازاي؟ يعني احكي لي من البدايه. هو المفاوضات يعني هي بقى لها اكتر من 4 5 سنين، من ساعه لما انا كنت تحت 14 سنه كان كابتن حمدي بيتواصل معايا كل سنه، بس يعني كنت صغيره، كنت برضو مش عايزه اسيب فرقتي، كنت مستنيه الوقت المناسب. فالسنه دي كابتن حمدي تواصل معايا بعد السيزون اللي فات على طول، وبس طبعا عرض عليا ان انا اجي النادي الاهلي، وطبعا انا ده بالنسبه لي كان هدف كبير قوي، فطبعا وافقت. فالمفاوضات قعدت طبعا كانت صعبه جدا. ليه صعبه؟ كان النادي مش عايز يسيبك صح؟ انا اتكلم بكل صراحه. بصراحه مش عايز يسيبك، المدير الفني مش عايز يسيبك، وكمان الاداره ما كانتش عايزه تسيبك. ايوه صح. طيب وقعدنا في المفاوضات دي كتير شهور صح؟ قعدت 3 4 شهور كده وبس، يعني قعدت يعني خدت وقت كبير الصراحه. طيب بامانه، مين 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 اللي خلص الموضوع؟ يعني انت لما بداته، هل مثلا رغبتك ان انت عايزه تيجي نادي الاهلي؟ هل نادي الصيد احترم الموضوع؟ انا مش عايز تفاصيل طبعا الصفقه. أيوة. ولكن اللي حسمها ايه؟ هل حد مهم؟ هل كابتن رؤوف راح كذا مره؟ هل حد من مجلس اداره في النادي الاهلي؟ يعني ايه الكي المفتاح لانهاء الصفقه؟ بصراحه هم يعني كل الناس ساعدت ان الموضوع يخلص، سواء مجلس اداره النادي الاهلي او مجلس اداره نادي الصيد او الجهاز الفني او كابتن رؤوف عبد القادر او حتى من عندنا. بس طبعا يعني انا مجلس الاداره بتاع نادي الصيد احترم رغبتي ان انا فعلا عايزه اتنقل للنادي الاهلي. مين يعني؟ كابتن رئيس النادي مثلا؟ كلهم يعني كل مجلس الاداره الصراحه فعلا سمع لرغبتي ان انا عايزه فعلا امشي، والصراحه ساعدوني يعني ان انا. كنت ماضي عادي بقاله قد ايه في الصيد؟ انا كنت ماضيه 3 سنين، كان يخلص السنه اللي جايه. يعني فاضل سنه. كان فاضل سنه. فهم احترموا رغبتك وانت وصلتيها كذا مره. بالظبط. طب وهم كانوا بيتفاوضوا معاكي ولا مع بابا بقى؟ لا بابا الصراحه. هو سنه طبعا شفنا في التقرير يعني باباكي، وازاي هو كان سعيد جدا. انت يعني يمكن واضح ان كان هدف وكان حلم، بس خلي بالك المهمه صعبه صح؟ يعني طبعا النادي الاهلي ما بيقبلش خالص بالمركز الثاني. يعني احنا بنحسب البطوله كانها جون، فاحنا عندنا 4 بطولات بنشارك فيهم في الموسم، دوري وكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه. انا يعني مش شخصيتك اللي اعرفها ان ده حلم ليك ان انت تشارك في البطولات دي. طبعا انا من وانا صغيره نفسي ان انا ادخل انافس على بطوله افريقيه، بطوله عربيه، اخد بطوله دوري، بطوله كاس. فانا من زمان بصراحه ده يعني هدف بالنسبه لي. انت لعبت بطوله عربيه مع الصيد؟ لعبنا. امتى؟ فاكره سنه كام؟ كانت 2018. من سنتين تقريبا. كانت من سنتين. وخدتوا فيها مركز؟ خدنا فيها مركز خامس. خامس كويس. هي كانت اول مره نشارك، فطبعا كانت يعني حاجه كويسه يعني. كانت فين؟ كانت في الاستاد، استاد القاهره. في مصر. انا فاكر انتوا لما هي جت مصر انتوا شاركتوا في اخر وقت، انا فاكر حاجه زي كده. أيوة. وحتى كان دي برضو انت كنت لسه برضو مش يعني لسه صغيره، 18 سنه 19 سنه، فكانت بالنسبه لك بطوله مهمه. طبعا. فاكره فيها البطوله دي؟ فاكره ماتشات معينه لعبتوها؟ طبعا احنا لعبنا ساعتها الاهلي، ولعبنا الزمالك وسبورتنج والصفاقسي التونسي. وكانت فرقه من البحرين. لعبناهم كلهم يعني، ويعني بصراحه كانت ساعتها احنا كلنا كنا صغيرين جدا. فيعني عملنا الصراحه اللي نقدر نعمله يعني. خامس، خلي بالك ان معنى كده ان انتوا طلعتوا من دور الثمانيه وكسبتوا المباراه بعديها، يعني وصلتوا في الادوار عاليه يعني. أيوة. مش طلعتوا من المجموعه، لا ده انتوا طلعتوا دور الثمانيه. طب خلينا نتكلم ان بدايتك كانت في نادي الصيد صح؟ ايوه. طب ايه اللي خلاك تلعبي فولي بول؟ بابايا كان بيلعب من زمان فولي بول. فبس يعني انا طبعا كنت رايحه يعني بدور على باسكت بولي، هاند بول، اي حاجه ماشيه في النادي كده يعني. بالظبط. اشوف العب ايه. بس بصراحه البولي يعني انا حبيتها يعني.